اليوم الحمد لله كان في مناسبتين كبار. كان انهاء صف ثاني عشر الحمد لله، كان في مدرسة الراهبات في الرامي، مدرسة اللاتين احنا بنسميها، هي اي مدرسة خصوصية. كان في تخريج ل 31 طالب، الحمد لله كان اشي فاخر جدا وكمل على بشكل كثير محترم وكثير حلو. والفعالية الثانية اليوم هي افتتاح المونديال المدرسة الابتدائية في الرامي، طبعا تحت رعاية مجلس الرامي المحلي. الحمد لله انت شايف المنظر، الاولاد مبسوطين بمشاركة الاهالي، كل المدرسة كلها. كان الفعالية انه في الافتتاح هذا انه كل صف هو بيمثل دولة معينة. كان الفعاليات كل الاسبوع على اكل الدولة، على يعرف شو اكل الدولة، شو تقاليد الدولة، شو بتفكر الدولة. كان في طبعا مسيرة في كل البلد، واختتمناها في الشارع هون في الشارع الرئيسي تقريبا. كان في رقصة للموسيقى المونديال، كان اشي فاخر وحلو جدا. اقول اهل البلد شارك، كل اهل البلد الحمد لله كان اشي بيرفع الراس. شارك الفعاليات هاي كل اهل البلد من جميع الطوائف، فيش مسلم فيش يهودي. انا كرئيس مجلس بنظر لجميع المواطنين سواسية كاسنان المشط، كلياتنا بنعبد رب العالمين، ربنا واحد، كل واحد بروح باخر النهار بيصلي وين بده. بس احنا بنحب الرامي، احنا مواطنين الرامي، وفقط احنا نرفع تاج رايه الرامي. شو بتحب توجه كلمه لجميع الطلاب والطالبات في المدارس؟ الف عافيه، تاج راسنا، بيرفع الراس كل هذول. انا احبكم جدا جدا جدا، بكل عافيه. شكرا لك استاذ حبيبي. يا من تشكلون في أعمق أعماقنا أعماقكم مشروع الحضارة الإنسانية برمتها، أهلا بكم يا حاملي الأعلام. بكم نفخر، بكم نعتز، فيارق هذا الشعب، شرايين هذا الوطن. خلقتم يا منارة التميز والعطاء والمستقبل الواعد الأمثل. تاريخيا، تراثيا، عادات وتقاليد، بالإضافة إلى الأكلة الشعبية التي يمتاز بها شعب هذه الدولة الخليج. وقد توج ذلك في برنامج يوم السبت المنتظر، وقد سميناه يوم الأكلات الشعبية لشعوب الدول المشاركة في المونديال. كان وبحق يوما رائعا نظم على أتم وجه، ناهيك عن ذلك الجو الرائع من الأخوة والتفاعل ما بين الجميع. كان باختصار مثل سيمفونية تناغمت فزانت فيها جميع الأصوات. مع جنود الغد، جنود الفكر، المحبة والوعي، ورقصة موسى تدريب الأخت ميسا أبو شرف. قد أطلب من كل الطلاب الوقوف إن سمحتم. I'm
رائعون أنتم طلابنا الأعزاء، شكرا لكم. أخذنا على عاتقنا بعد أن الكل يعرف بأن طلابنا اليوم مشغولين في موضوع المونديال، ولا حدا يقول لا، البنات قبل الأولاد، البنات قبل الأولاد. ففي المدرسة الأخ ساهر إسماعيل مساعد وزير الداخلية، كل مرة ساهر محل، أهلا وسهلا فيك، رحب فيك. فالمدرسة كلها كانت مشغولة thank you.
البرازيل، مما يجعل هذا الحدث هو أهم الأحداث لهذا العام الذي يراقبه ويتابعه معظم سكان المعمورة، الأمر الذي يدب الحماسة والتنافس الرياضي حتى ينكشف الستار عن الفرقة الأقوى والأشجع والتي ترتئي حمل كأس العالم الذهبي في هذه اللعبة العالمية. وهنا حري بنا أن نتطرق إلى العوامل والأسس الأساسية التي يجب على كل فرد من الفريق الرياضي لكرة القدم أن يتمتع بها حتى تمكنه بالنهاية، تمكن الفريق الأقوى من الفوز المنشور. وأهم هذه المقومات والعوامل اللياقة البدنية بدون بلد بلا حدود، هذا الذي وصلنا، هذا الهدف الذي نوصل له. احنا بناخذ المسؤوليه انه نرفع الحدود الموجوده في قلب الرامي حتى نكون اخويه ومحبه ونشتغل مع بعض في محبه وباخلاص وبعطاء بسبب هذول الاطفال. هذول الاطفال بحاجه لنا، بحاجه انه نعطيهم، بحاجه انه نهيئ الجو لهم حتى يكبروا ويكون عندهم محل يعمروا فيه يتعلموا ويوصلوا جامعات. هي مسؤوليتنا. بحب اقول لكم بس شغله واحده، قبل شهر عرض علي وظيفة تبعد عن الرامي 2400 كيلومتر، وظيفة مش أقل أهمية من وظيفتي. أنا قبل أسبوع أعطيت جواب إنه لا، لأن أنا بدي أختم دولتي من خلال بلدي الرامي وأهل بلدي وناسي وشعبي، من هون بدي أختم. الله يوفقكم ويعطيكم العافية وشكرا لكم. المحبوبة ما فيش حدود، كما قال الأخ ساهر ما في حدود بيناتنا، الديانات توحد ولا تفرق. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. أيها الرب الرؤوف الطويل الأناة الكثير الرحمة، أصغي لصلاتنا وأنصت إلى صوت تضرعنا، أهدنا في طريقك لنسلك في حقك، لأنك عظيم أنت، أنت الله الوحيد وليس لك شبيه في الآلهة يا رب. قوي أنت في الرحمة وصالح في القوة لتعين وتخلص وتبارك جميع المتوكلين على اسمك القدوس. أنت الإله القدوس الذي يبارك ويقدس كل الأشياء. أنت اللهم بارك إدارة هذه المدرسة، كلكم مع بعض آمين. وبارك جميع المعلمين والمعلمات الذين يدرسون فيها، آمين. وبارك جميع العاملين.